بيضحك كل يوم معي من دبي. مين؟ صاحب الشركة تبع مشروع سكاي تاورز. الفندق اللي بدبي. الفندق خلص والديكور صار جاهز والشهر الجاي رح يفتتحوه. الزلمة عازمنا أنا وياكي على حفل الافتتاح. أنا مستحيل أرجع أروح على هداك المكان أنور. وليش بقى؟ هذا مشروعك وأخذت جائزة كتير مهمة عليه. وإذا كان ما عاد يهمني أمره. بس اللي صار هنيك لازم تنسيه شهرزاد. مو بس هيك، هذا المكان بيذكرني بكل التفاصيل اللي عشتها. شهرزاد إذا رح تضلي أنوار، ليش عم تذكرني بالشغلات اللي بحاول انساها على طول؟ لازم تنسيها مو بس تحاولي. لو سمحت هداك المكان ما بدي ارجع له. طيب ما رح ضايقك اكثر، بس اذا انت مو رايحه انا مالي رايح. ليش يعني؟ ما بدك تشوف الاوتيل اللي عمرته؟ ما رح انبسط باي شيء من دونك. شو ساوي؟ مو بايدي. بس هذا مشروعك. انا ما بقدر اتنفس بمكان انت مالك موجودي فيه. يا معك يا معك.